احنا مؤسسه ناشئه في البحرين، ابتدينا مؤخرا ونقدم خدمات في صناعه المحتوى الاعلامي من فيديو المونتاج والموشن جرافيك اللي هو الرسوم المتحركه، واي شيء يخص الديزاين والالستريشن. احنا في البدايه يوم سمعنا عن صادره البحرين كنا نعتقد ان هي بس مجرد للسلع البرودكتس. تفاجئنا ان حتى قطاع الخدمات يقدمون فيها مساعدات وايد بعد ما اجتمعنا وياهم، وهذا الشيء ممتاز. قدرنا نوصل حق اسواق خارجيه في وقت قياسي من ابتدينا هذه السنه، وصراحه يعني في وقت صعب. احنا استفدنا من خدمات الاكسبورت فاسيليتيشن، قدرنا يعني از بزنس تو بزنس وصلنا حق اذر بزنسز او حتى ريتيلرز في السعوديه، وان شاء الله نطلع الى الوصول الى other businesses في الريجن او حتى customers. اكسبورت بحرين وصلتنا في وقت مهم، وصلنا حق مثلا زبون في السعوديه ما كنا حاطين يعني في بالنا ان احنا بنوصل في هذا الوقت. ان شاء الله يعني جهودهم معانا راح تستمر وبنقدر نوسع محفظه الاعمال تصدير الخدمات الى اسواق اكثر ان شاء الله في الوقت القريب. مع اكسبورت بحرين ان شاء الله واثقين ان احنا بندخل اسواق في المنطقه غير السعوديه، وان شاء الله في اوروبا بعد ما احنا نقعد معاهم ونشوف في الفتره الجايه شلون نقدر نتعاون اكثر.